يجب أن نبني شيئاً نحتمي فيه. فلنربط المظلة بالدراجة. أحسنتم يا شباب، هذا سيحمينا من العاصفة لمدة. وشكراً لأنكم خطرتم بحياتكم لكي تساعدونا. بصراحة هذه ليست مساعدة، لأننا جميعاً سنحتاج إلى المساعدة الآن. يجب أن أجد طريقة لأصلح فيها الهاتف وأتصل بنانو لكي يحدد موقعنا تماماً. يجب أن أتجاوز نظام التشغيل وأعيد ضبط برنامج القمر الصناعي وأعزز خاصية تحديد المواقع. ما زال لا يعمل. أهلاً وسهلاً بك. الحمد لله، أرسلت رسالة استغاثة. أتمنى أن يروها ويرسل من يساعدنا. سننتظر كثيراً قبل أن يأتي أحد ليساعدنا. سمعت شيئاً، أظن أنهم وصلوا. لم أسمع شيئاً، ربما دخل رمل في أذنيك. أو عبيد، ربما دخل رمل في رأسك. كما ترى لا يوجد أحد حولنا على بعد أميال وأميال وأميال. سالم! سالم، هل هذا أنت؟ ومن هذا؟ هذا ابن خالتي تركي. أترى؟ قلت إن ما من أحد حولنا لأميال وأميال، لكن ظهر لنا تركي. كيف وجدتنا يا تركي؟ التقطت إشارة الاستغاثة على هاتفي. وكيف وصلت إلى هنا في هذه العاصفة؟ أخاف من المرتفعات. لقد عادوا، رائع. أمي، أبي، تعالوا بسرعة. أنا سعيد لأنكم عدتم سالمين. إذن ماذا ستفعلون اليوم؟ البحر؟ هناك رمل كثير. إلى أين ستذهبون؟ إلى المتنزه المائي. سيكون أروع يوم في حياتنا. يجب أن نذهب للعب في أكبر وأطول وأكثر لعبة مخيفة ومرعبة في المتنزه المائي. هاي، فلنركب زحلوقة كبيرة ومرتفعة ومخيفة مثل هذه. هيا تعالوا فلنستمتع يا شباب. رائع، يا سلام، يا لهذا الجو الرائع. بصراحة هذه اللعبة مذهلة. يا سلام. فلنلعب مرة ثانية. هيا هيا. ما كان هذا؟ لم تكن تلك اللعبة التي تخيلتها. ما هذا؟ بصراحة كانت ممتعة وسريعة للغاية. سالم، انظر، حتى الأطفال سبقونا. أجل، نريد ركوب لعبة مخيفة. أجل، لعبة مخيفة للغاية. إذن لحظة، سأبحث عن لعبة أخرى. دعونا نجرب مسبح الأمواج. هيا اتبعوني من هنا. يا سلام، هذا مذهل. أوف، ما هذا الشيء؟ خطير.
سالم، ما هذه السخافة؟ يا شباب، انظروا انظروا هنا، يوجد مثلجات مجانية. مثلجات؟ أين؟ أين المثلجات؟ قل لي. لكن مستحيل، مستحيل أن أركب هذه اللعبة. لا، أنا لن أفعل هذا أبداً. أين ذهب عبيد؟ ربما نزل هذه السلالم. إذن بقينا نحن الثلاثة فقط. ليتني ذهبت معه. بالتأكيد هو يتناول المثلجات ويستمتع في وقته. أم نائم في النهر البطيء؟ من سيبدأ أولاً؟ سالم؟ ها؟ هل تريد أن تبدأ أولاً؟ ها؟ أنا؟ إذن أنت ستبدأ أولاً؟ هيا أبدأ. لا يا سالم، ليس عليك فعل هذا. لا، أنا أريد ذلك. أفسح الطريق. إن كنت لا تريد ذلك فسنذهب من هنا معا. شكرا يا صديقي. في الحقيقة أشعر بأنني أستطيع ذلك ولم أعد خائفا. أحسنت يا سالم. لكن أنت متأكد؟ حسنا، اسمع، نحن سنلعب أولا لكي ترى كم هي سهلة. سنراك بعد قليل يا سالم. شكراً لكم. أخيراً، أخيراً وصلت إليك. أنت واقف هنا منذ وقت طويل؟ أنا أنتظر دوري، سأذهب الآن. لا تفعل يا سالم، دخلت في اللعبة بالخطأ وكان ذلك رائعا. جيد أنها أعجبتكم. هيا لنلعب مرة ثانية. هيا لنلعب مرة ثانية. سيكون ذلك رائعا. لا لا، أنا لن ألعب مرة ثانية. هيا يا عبيد. هيا سنتسلى. لا لا، شكرا لكم، من الأفضل أن ألعب في مسبح الأطفال الصغار. مصر
عبيد؟ أنا أنهيت أيضاً. ماذا عنك يا منصور؟ لا، ليس بعد. جيد، أخبرنا، ماذا تنوي أن تفعل؟ أريد أن أطور شريحة نانو الرقمية. سيكون بمستوى ذكاء أعلى، وسيكون مظهره أجمل، وسيستطيع الطيران. ماذا؟ رهيب، عجيب. ماذا تشعر يا نانو؟ سعيد جداً، سعيد. جهاز آلي يطير. نانو، أنت أفضل اختراع في الوجود. أسرع يا منصور، أسرع. أنهيت، علي أن أنهي أمرين بعد، وستصبح الشريحة جاهزة للتركيب. الأمر الأول، أطفئ نانو. نراك بعد قليل يا نانو، مع السلامة. والأمر الثاني، أشرب العصير. عبيد، أتريد العصير؟ لا شكراً، لدي عصير في حقيبتي. عبيد، لا تلمس شيئاً حتى أعود. لا لا، لا تخف، لن ألمس شيئاً. عبيد، لم تلمس شيئاً صحيح؟ لا طبعاً. هل كل شيء بخير؟ حان الآن وقت نانو النسخة المطورة. نانو النسخة المطورة، يلبي نداء الواجب. أهلا يا نانو، ماذا تشعر الآن؟ أشعر بأنني بخير. تم تشغيل الشريحة المطورة. ما هذا؟ لماذا تغير صوته؟ ولماذا أصبحت عيناه هكذا؟ أنا أستطيع الطيران، لكن هل هذه تستطيع الطيران؟ لا. هاي أنت. لا أعرف لماذا يتصرف بهذه الطريقة. ربما دخل فيه نوع من الفيروسات، يجب أن أطفئه. لا أحد يستطيع أن يطفئني. أعد لي كتابي. هل تستطيع الكتب المدرسية أن تطير؟ لا، إياك أن تفعل، إياك أن ترمي ذلك الكتاب. ماذا تفعلون هنا؟ اخرجوا، ألا ترون أنني أعمل؟ أهلا، تريدون اللعب؟ لا. انزلني يا نانو أرجوك. حسناً. واو، هاي فروضي المدرسية، يجب أن نوقف. انتهى أمرنا.
أهلاً يا شباب. أهلاً أهلاً أمي. أهلاً. سأترك الكيك هنا كي تأكلوه لاحقاً. لا نريد الكيك. لا يا نانو، لا أرجوك لا. عبيد، كان يجب أن تستأذن قبل أن تأكل الكيك. إنه نانو. لا أعرف ماذا تقصد يا عبيد. عبيد، هذا ليس جيداً. هيا امسح وجهك الآن. آسف لكن بصراحة الطعم مذهل للغاية. عبيد، ما الذي فعلته؟ ها؟ كيف الحال يا شباب؟ عبيد، تستمتع بتناول الكيك؟ مريم، هل رأيت ربطة عنقي؟ يجب أن أكون في المطار في 10 دقائق. كيف سيذهب والدك إلى المطار من دون هذه؟ لا يا نانو، سيتأخر والدي. سالم، بسرعة فك أنبوب المياه من الحنفية. ماذا؟ أحسنت يا منصور. وأنت أيضاً. تظن أنك تستطيع أن توقفني حقاً؟ ساعدوني، أمسكوا بأنبوب المياه. سالم، عبيد. شباب، مع السلامة. مع لاحقا. ها؟ الشريحة مليئة بالعصير. كيف حدث هذا؟ لا أصدق أنك فعلت هذا يا عبيد. ألم أقل لك لا تلمس شيئا؟ أنا لم ألمس شيئا حقا. وعصيرك. أي. أنا آسف يا منصور. كان مجرد حادث. لكن في النهاية لقد أعد المفاتيح. صحيح، لكن أتمنى أن يعود نانو إلى طبيعته. نانو النسخة المطورة يلبي النداء. بماذا تشعر يا نانو؟ أشعر أنني بخير. شكرا لك يا منصور. شكرا. لن تحطم أي شيء ولن تطير مع فروضنا المدرسية، صحيح؟ أنا لم أفهم. ماذا تقصد يا سالم؟ نانو، أنت تجيد تصليح الأشياء، صحيح؟ نعم، مع هذه النسخة المطورة أظن ذلك. أوه، كيف حدث هذا للطائرة؟
هذا أفضل اختراعاتي. هذا الاختراع سيحقق ثورة في مجال الأعصاب. كل ما علي أن أفعله الآن هو أجل. أوه لا لا. من أنت؟ من أنا؟ مرحبا أستاذ. مرحبا أستاذ، كيف حالك؟ عجيب، انظروا إلى هذا. ما هذا؟ هذا المشروع الجديد الذي تعمل عليه أستاذ؟ أنا لا أعرف حقا. ماذا يفعل؟ لا أعرف. تريد أن نجربه ونرى النتيجة؟ حسنا. تريدون برجر؟ إذا وضعت هذا على 9 وهذا على 5. تريدون بيتزا؟ وهذا مباشرة فوق. حسنا، تريدون شاورما؟ الآن لم يبقى سوى أن نعرف ماذا يفعل هذا الزر. شباب، أنا جائع. لديكم 3 خيارات: برجر، بيتزا، أو عبيد. أنت بخير؟ أنت تتكلم معي؟ من أنتم؟ من أنا؟ من هو عبيد؟ ساعدوني، ساعدوني. لا لا تتحرك. أتحرك؟ إلى أين أذهب؟ أنا لا أعرف أين أنا. كيف وصلت إلى هنا؟ ومن أين أتيت؟ أو شاورما، ماذا ستختارون؟ أنا لا أستطيع أن أصبر أكثر من ذلك. صاعق للذاكرة. ما رأيك أن نلعب قليلا؟ هاي أنتم يا أولاد، من اليوم وصاعدا هذه الحديقة ملكي، هيا اخرجوا منها. أعتقد أن هذا يكفي. واحدة بعد. مرحبا بكم يا شباب، كيف وصلت إلى هنا؟ شباب شباب. شباب انظروا، إنه ضيص في المتحف، يجب أن أبلغ الشرطة. سالم بسرعة، أعطني هاتفك. تذكروا الخطة، عندما تأخذون العلبة ارجعوا باتجاه النافذة وقولوا كلمة السر، وأنا سأتي لأخذكم. حاضر يا زعيم. تتذكرون كلمة السر صحيح؟ من أنا؟ أنت الزعيم يا زعيم. أنا أعرف من أكون، هذه كلمة السر. من أنا؟ هي كلمة السر. حسناً، هذا جيد. وما هي كلمة السر؟ إذا كنتم تريدون أن أبقى في مكاني. أنا لم أرك في حياتي. صحيح، والآن دعونا نبدأ. سيكونون هنا بعد قليل. ممتاز، مهمتنا انتهت هنا، والآن كل ما علينا فعله هو الانتظار، صحيح؟ منصور، أنا متأكد أن له علاقة بهذه المشكلة التي وقعنا فيها. القطعة معنا، أكرر، القطعة معنا. انزلوا نحو النافذة في الأسفل وقولوا كلمة السر وستجدونني هناك. حاضر يا زعيم. آه.
من أنت؟ من أنا؟ هذه كلمة السر، أنا في طريقي إلى الموقع. ما قصدك بمن أنا؟ أنت تعرفني جيدا. أنا لم أرك في حياتي. شباب، كل شيء بخير؟ ومن أنا؟ حسنا، أنا قادر. ابقى في مكانك يا زعيم. أنا أقصد، أنا لم أرك في حياتي. يكفي. هيا، لست جاهزا؟ لماذا أنت واقف هنا؟ هيا تحرك، يجب أن نخرج من هذا المكان. أولى منصور، منصور أعطني الساعق. من أنت؟ ولماذا أعطيك هذا ال ما هذا؟ أحد ما رأنا. أمسك بهم. منصور، لقد رأونا. من هو منصور؟ أنت لست أنت، أعطني الساعق فقط. أنا لست أنا؟ إذن كيف تعرف أن أنت هو أنت؟ من أنت؟ ولكن ما الأمر؟ من أنت؟ لما أنت واقف في مكانك؟ هيا أمسك بهم. أمسك بمن؟ الشباب. هذا ما كنت أقوله، أمسك بهم. عجيب، هذا الاختراع عظيم. سأصبح غنيا، لكن أولا يجب أن أقضي عليكم. منصور، توقفوا عن الرد. تماهلوا، تماهلوا، سوف أمسك بكم. من أنا؟ المتحة، الأولاد المزعجون. يجب أن أخرج من هنا. إلى أين ستهربون مني؟ أين أنا؟ أنت تتكلم معي؟ كنت أعرف أنك أنت وراء كل هذا، والآن يجب أن تدفع الثمن. أخيراً، عصابة ماجد الألماس، أنتم مقبوض عليكم. تعرفون؟ الآن عرفت ما معنى أن تقع في شر أعمالك. بالفعل، تجعلك تقوم بأعمال غريبة. أجل، تعرفون من كان يتصرف بغرابة أيضاً اليوم؟ هل تعرف؟ أنا ربما لا أعرف الكثير من الأمور، لكن الأمر الوحيد المتأكد منه أنك رجل وسيم يا أستاذ علي.
مرحبا يا شباب. اسمعوا، ما رأيكم أن تخرجوا وتستكشفوا المنطقة؟ في الأدغال؟ أجل في الأدغال أو في أي مكان بعيد عن هنا. فكرة ممتازة يا مريم. أوف. حسناً، أظن أن المكان أصبح مملاً هنا. أنا أحب الملل. آخر مرة ذهبنا فيها إلى الأدغال لم تكن الرحلة مملة. صحيح، كان على وشك أن يأكلنا طائر عملاق. أنا لم أقل شيئاً. لن يؤكل أحد. هيا يا عبيد. نانو، هل تساعدني؟ حسناً يا منصور. هيا بنا نذهب. لكن لا تبتعد كثيراً عن المنتجع. حسناً أمي. أعطني هاتفي. مالا نانو؟ أعطني. نانو، يكفي، أعد إليه الهاتف. حسناً. شكراً تركي، لقد أحسنت عملاً. لقد فرغت البطارية. عادي، نحن في رحلة استكشاف، استمتع. حسناً، والآن ماذا تريدنا أن نفعل؟ نعود إلى الفندق؟ مستحيل، فلنذهب يميناً ونصعد الجبل. هيا، فلنسبح إلى هناك، هذا الطريق يؤدي إلى البحر. بوفيه الفاتور، تناولت الفاتورة 3 مرات اليوم. سأتسلق بدلا من السباحة. أحتاج إلى الراحة، فلنسبح. إذن فلننقسم ونلتقي هنا بعد ساعة. جيد، نراكم لاحقا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا شباب. برد. أجل، المسبح أفضل من هنا. بحر لطيف. هذه هي النهاية يا منصور. الموز 1 وعبيد 0. هذا الخيزران قوي. صحيح، أعطني العصا التي معك، عندي فكرة. طائرة، أنت عبقري. ارميها. أعطني إياها، دعني أجرب. حسناً، لا بأس، أساساً نحن يجب أن نعود الآن. بسرعة، إلى الأدغال. أسرع، أسرع. أظن أننا أضعناه. أين هم الشباب؟ تركي! سالم! عندي فكرة، يمكننا أن نجعل نانو يبحث عنهم. نانو، اذهب وابحث عنهم. حاضر منصور. شكراً نانو! التكنولوجيا، كم أحبها! هل تظن أننا في أمان هنا؟ أمان؟
أترى ما نحن فيه؟ على الأقل لا يستطيع الفهد أن يمسك بنا. يبدو أن الفهد متسلق ماهر. تظن؟ لحظة، أعطني هاتفك. صحيح، هاتفي. سالم، ما الذي فعلته؟ أنا أعرف، رمية ممتازة، صحيح؟ كنا نستطيع الاتصال وطلب المساعدة من أحد ما. صحيح. هيا أصعد، أصعد، أصعد. هيا أسرع، أسرع، فلنذهب من هنا بسرعة. لقد علقنا، ماذا سنفعل الآن؟ سالم، تركي. نانو. عبيد، انظر، هذا فهد، إنهم عالقون، يجب أن نطلب الإنقاذ بسرعة. سأطلب حفر السواحل، ليس لدي إرسال. أرجوكم. منصور، ماذا سنفعل؟ تعال، فلنصعد إلى التلة. مرة ثانية. مبارزة سيوف مرة ثانية؟ ليس لدينا وقت لفعل هذا الآن. هذا ليس لمبارزة السيوف. بسرعة، اقطع لي بعض الأوراق الكبيرة. لماذا؟ سننقذهم عن طريق الجو. بسرعة. حسناً، سوف تطير بهذا الشيء؟ نحن سنطير بهذا الشيء. لا. هيا يا عبيد، أحتاج إليك. ساعدونا، ساعدونا. وأصدقاؤنا يحتاجون إلينا. هيا، لا وقت لدينا. إما ننجح أو نفشل. فرصة سعيدة، أنني تعرفت عليك يا ابن خالتي. انتبهوا. استعدوا. لا تقلق سالم، يجب أن تقفزوا. استعدوا، نحن مستعدون الآن. الطائرة فقدت توازنها بسبب الفهد. سالم، تركي، عبيد، غصنوا الشجرة. ماذا نفعل الآن؟ تأخرتم، ولكن قل شكراً. هيا، دعونا نهبط قبل أن تتفتت الطائرة. هذا هو المنتجع. نحن نهبط. ممكن لو سمحتم الآن أن نفعل شيئاً مملاً. ها، أخيراً عدتم. ماذا فعلتم طوال هذا الوقت؟ تعرف، قصص الأدغال، السير واستكشاف البرية. البرية؟ يبدو أنكم استمتعتم وأصبحتم خبراء في الأدغال. لماذا لا تأخذونني معكم؟ بدأت أشعر بالملل هنا. ماذا جرى لهم؟ أظن اشتاقوا إلى الملل قليلاً. We'll be right back.
لن تلتزم بالبرنامج الغذائي يا عبيد؟ نعم، اسمع، لن تأكل المثلجات. أنا ملتزم بالبرنامج الغذائي، لكن هذا لا يعني أنني لا أستطيع النظر أو أحلم أنني أتناولها. مرحبا يا شباب. مرحبا شما. احذروا ماذا رأيت منذ قليل. رأيت عبيد وهو يقف عند متجر المثلجات، صحيح؟ لا، لقد رأيت فيلم التنين الآلي في السينما بتقنية 3D. ما الذي جرى له؟ لأنه متحمس جداً كي يشاهد فيلم التنين الآلي. متحمس جداً جداً جداً، لكن لا نستطيع مشاهدته الآن لأن هناك أحداً لديه موعد عند طبيب الأسنان. ونحن متفقون على أن نشاهد الفيلم معاً. مزعج. مسكين سالم، عليه أن ينتظر بعد 3 ساعات ليتمكن من مشاهدة الفيلم. ثلاث ساعات؟ أريد مشاهدته الآن. سأذهب للتسوق الآن. سيعجبك الفيلم كثيراً يا سالم، وصدقني صدقني هو يستحق عناء انتظارك. مع السلامة شما، نراك لاحقاً. لا أصدق أنها شاهدت الفيلم قبل أن نراه نحن. لا بأس، ستشاهده قريباً يا سالم. لا بأس، ستراه قريباً يا سالم. حسناً، أنا سأذهب الآن، سوف أراكم لاحقاً. متى سوف نشاهد الفيلم؟ بعد ساعة. منصور، ما رأيك أن نشاهد الفيلم الآن من دون معرفة أي أحد؟ وعبيد؟ لا 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 ينفع، نحن اتفقنا أن نشاهد الفيلم معا. هيا يا منصور، فلنشاهد الفيلم الآن. قلت لك لا يعني لا يا سالم، الاتفاق اتفاق. لكن يا منصور، أنا أريد مشاهدة الفيلم الآن أرجوك. انظر يا منصور، الجميع شاهد الفيلم، لا يعقل ألا أشاهده أنا. سالم انظر. عبيد سوف ترى. شاهد الفيلم من دوننا. وأنت مخطئ يا سالم، أردت مشاهدة الفيلم من دونه. هاي، أنا كنت أريد مشاهدته لكن هو شاهده، هناك فرق. حسناً، فلنتكلم معه ونفهم ماذا حدث. مرحباً عبيد. مرحباً شما. كيف كان موعد الطبيب؟ أنا احتجت إلى حشوة، يعني أنني لن آكل لمدة ساعة كاملة. هذا مؤسف، لكن انظر إلى الجانب الإيجابي، الآن سوف تشاهد الفيلم. مرحباً يا صديقي العزيز، ما أخبارك؟ ماذا تفعل؟ كيف أحوالك؟ بخير. كيف كان موعدك؟ هل استمتعت؟ لا. متحمس لمشاهدة الفيلم؟ مرة ثانية؟ مرة ثانية؟ جيد، أين هو البالون؟ وهل هضمت المثلجات؟ منصور، ما القصة؟ نحن رأينا كل شيء. ماذا رأيتم؟ رأيناك خارجاً من السينما وتحمل معك بالوناً عليه شعار التنين الآلي، وكنت تأكل مثلجات بهذا الحجم. لا، لم أذهب إلى مكان ولم أكل شيئاً، أتيت توّاً من موعد الطبيب. انظر، عندي حشوة. لا تنكر يا عبيد. لكن ما مشكلتهم؟ لما يقولون هذه الأمور عني؟ لا تخف يا عبيد، أنا أصدقك. والدليل؟ انظر، هذا أنا. أقصد أنا هو، قصدي يشبهني. يبدو أن منصور وسالم رأوه خارجاً من الفيلم، وربما ظنوه أنت. أجل، صحيح يا شباب. لحظة، عندي فكرة.
مرحباً، أعتذر على الإزعاج، لكن أريد أن أعرفك على صديقي. مرحباً، كيف حالك؟ أنا اسمي عبيد. مرحباً عبيد، أنا اسمي عمر. عمر، نريد أن نفعل مقلباً بأصدقائنا ونحتاج إلى مساعدتك قليلاً، ما رأيك؟ أنتم يا شباب اتهمتم عبيد بأنه لم يتبع برنامجه الغذائي، ولكي يثبت لكم أن لديه لياقة وأن صحته تتحسن، قرر عبيد أن يتحداكم في سباق. هل تمزحون معنا؟ لا، لا نمزح، أنا سأسابقكم من هناك حتى آخر مركز التسوق. لكن يا عبيد، أنا متأكد أننا نحن سنفوز. سابقوني وسنرى. يا عبيد، اسمع، إذا استطعت الوصول حتى آخر المول قبلنا، سأشتري لك طبق دجاج. حسناً، اتفقنا، لكن مهلاً، من الحجم الكبير. اتفقنا، فلنبدأ السباق. أنتم يا شباب من هذه الجهة، وعبيد سوف تذهب من هذه الجهة، والذي يصل إلى النهاية يكون هو الفائز. سيكون سباقاً سخيفاً. طبعاً، سيكون سباقاً سخيفاً. في مواقعكم، استعدوا، انطلقوا! يبدو أننا سبقناه من الآن. بالتأكيد، بالتأكيد انقطع نفسه الآن. هيا، لا بأس، نكاد نصل. ماذا؟ ماذا كان وراءنا؟ هذا مستحيل. أنا فزت. كيف؟ 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 كيف فعلت هذا؟ ها؟ من فاز؟ فاز عبيد. ممتاز يا عبيد. شكراً. يبدو أن هناك أحداً سيشتري لعبيد طبق دجاج. لحظة، فلنفعل السباق مرة ثانية، وإذا فزت فسوف أحضر لك هذه المرة أكبر طبق دجاج. في هذه الحالة، الذي يصعد إلى الطابق الثاني على الدرج ويصل أولاً هو الفائز. لا داعي لهذا السباق يا عبيد. أعرف، لكن علينا فعل ذلك. استعدوا، اثبتوا، انطلقوا! هذا السباق متعب. لا تستسلم يا سالم، استمر، يجب أن نهزم عبيد، يلا. تعبت كثيراً. هيا، اركض يا سالم، بقي القليل وسنصل قبل عبيد. كيف حالكم يا شباب؟ لقد تأخرتم. كيف وصل؟ كيف فعل هذا؟ ها؟ أنا أحتاج إلى الأكسجين. بدأت أرى اثنين عبيد. دعني أشرح لك، هذا عمر، وهو الذي رأيتموه خارجاً من الفيلم ويأكل المثلجات. كان يجب أن تثقوا بعبيد وأن لا تشكوا بصدقه، والآن أنتم يجب أن تعتذروا منه. وأكبر طبق دجاج وساندويش أيضاً. بصراحة، نعتذر لأننا شككنا بصداقتك. أنا آسف كثيراً يا عبيد. لا بأس، لا بأس، دعونا نشاهد الفيلم أولاً. مع السلامة يا شباب، استمتعوا بالفيلم. ألن تنزل على الدرج؟ بصراحة هذا مضحك جداً يا عمر. عبيد واحد يكفي، لكن اثنين هذا صعب.
السلام عليكم، معكم الكابتن خالد. نحن على وشك الهبوط، يرجى ربط أحزمة الأمان. عبيد، هل أنت جاد الآن؟ لا أظنها فكرة جيدة. بصراحة هبوط ممتاز يا كابتن. شكرا لك يا بني. ماذا جرى لك يا عبيد؟ أظن أنه كان يجرب أسلوبا جديدا، أسلوب الميلك شيك. حسنا يا شباب، لقد وصلنا. بينما نفرغ الأمتعة، اذهبوا واستكشفوا المنطقة. لكن انتبهوا جيدا إلى أنفسكم. عبيد؟ ليس أنا، هذه الهرة هي التي أخفتني. يا للروعة، جميلة جدا، انظروا إليها. هيا فلنأخذها إلى المنزل معنا. لا، يجب أن نتركها هنا، هذا موطنها الأصلي. لكن يا منصور. لا يا عبيد، لا، إنها هرة برية وهي تنتمي إلى هنا. أجل يا عبيد، منصور محق. حسناً حسناً، وداعاً يا هرتي. أهلا بكم يا شباب. إذا استمتعتم بالرحلة؟ أجل طبعا، كانت رائعة. تعالوا إذا استريحوا واشربوا العصير. ها، من يريد العصير؟ ها. لا تريد شيئا يا عبيد؟ أريد الحليب في طبق صغير. عبيد، لماذا تريد الحليب في طبق صغير؟ ما هذا الصوت؟ عبيد؟ أوه، كيف دخلت إلى هنا؟ عبيد، أنت عدت لتحضر الهرة؟ عبيد، هذه هرة برية، ونحن لا نربي الحيوانات البرية كحيوانات أليفة. أعدها إلى بيئتها الطبيعية. لكنها تبدو لطيفة جداً. هيا، سترتاح هنا حتى تعيدها. أحضرت لها الطعام لكي تأكل عندما تجوع. نانو، انظر، هذه هرة برية. هرة برية، دعوني أتأكد من هذا الأمر. تبدأ الآن عملية المسح. هيا يا شباب،
يكفي لعباً معها، فلنخرج من الغرفة. تحليل معلومات الهرة البرية. أنا لا أعرف لما تزعج نفسك، إنها مجرد هرة صغيرة وعادية. حسناً، إذاً لماذا وجدناها في الجبال؟ إن هذه الهرة تنتمي إلى فصيلة بانثيرا باردس، والمعروفة أيضاً باسم نمر الجبل العربي. بانثيرا باردس. ماذا؟ يجب أن نخرج النمر من المنزل. بصراحة أنا لست مرتاحة بوجوده يا خالد. أنا متأكد أن هناك خللاً في الموضوع. هذه الهرة مسالمة للغاية ولطيفة للغاية، يستحيل أن تكون واحدة من الهرر الكبيرة. يجب أن نعيدها إلى موطنها، أمها ستبحث عنها. أحضرها يا عبيد. ما المشكلة يا عبيد؟ الهرة أكلت كل شيء، وفجأة أصبحت كبيرة جداً بسرعة كبيرة جداً. كبيرة؟ فلنذهب ونحضرها. لا لا تفعل، لقد أصبحت كبيرة هكذا. ولكن هل جننتم؟ إنها كبيرة جداً وخطيرة. عبيد، إنها الهرة الصغيرة نفسها، انظر. الأم أتت لأجل صغيرتها، إنها هنا. لقد أخبرتك ولكن لا أعرف لماذا لم تصدقني. أبي، ماذا سنفعل الآن؟ يجب أن نعيدهم إلى موطنهم الأصلي، ولكن كيف؟ وجدتها، أنا أعرف كيف. نحتاج إلى قطعة لحم وصندوق كبير ونانو. أحسنتم يا شباب، عمل جيد. وداعا يا فرفور. فرفور؟ يا شباب، أريد أن أريكم شيئاً مذهلاً. انظروا ماذا وجدت. إذاً قولوا لي، هل رأيتم يوماً ما بيضة دجاج بهذا الحجم؟ لكن هذه لا تبدو كبيضة دجاج. نانو، أتستطيع تحديد نوع هذه البيضة؟ نوع البيضة جاري التحديد. انتهى المسح، حدد النوع. هذه البيضة تنتمي إلى سلحفاة العملاقة، والتي يمكنها أن تنمو إلى 4 أقدام. عبيد، ماذا قلنا لك؟